يتوفد الآلاف من الزوار إلى مدينة سابرة لأحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي استشهد في 8 من ربيع الأول ودفن إلى جوار أبيه الهادي عليه السلام، ولقب بالعسكري بسبب إقامته في مدينة سابرة التي كانت معسكرا آنذاك، كما لقب بالزكي وابن الرضا. متبرعون من أهل محافظة ديالى قالوا أنهم جاءوا لإعداد الطعام وطهوه للزوار القاصدين الإمام العسكري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا القليل القليل، أنه سميع مجيب. نشوف تعاون أهالي سامرة ويا 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 المواكب ويا الزوار، نشوفه تعاون يعني جميل جدا وألفة. احنا نروح نتسوق بنسوق مالتهم يستقبلونا، وحقيقة المواد اللي موجودة هنا هي أرخص من نشتريها بمحافظتنا. زوار من مناطق الفرات الأوسط جاءوا سيرا على الأقدام، أشادوا بالخدمات المقدمة لهم على طول الطريق والوضع الأمني المستتب في القضاء. وفدنا من محافظة الديوانية سيرا على الأقدام لمولانا الإمام الحسن العسكري بهذا المصاب. والله الخدمة لقيناها على الطريق إن شاء الله، خدمة موصولة ومن محافظات الديوانية للحلة، البغداد، الكاظمية، كل المحافظات إن شاء الله وصلناها، خدمونا خدمة ما شاء الله. ولإنجاح الزيارة وحماية الزوار وضعت قيادة عمليات سامراء خطة أمنية اشترك فيها جميع الجهات الأمنية الساندة لتأمين أجواء الزيارة. فخورين بالتنسيق العالي من قبل قيادة عمليات سامراء في إدارة هذه الزيارة واشتراك جميع مفاصل القوات الأمنية في إنجاحها، وفخورين بالترابط والتلاحم بين القوات الأمنية ومفاصلها والتنسيق العالي فيما بينهم لغرض هذه الزيارة تكون سلسة وسهلة ومريحة بقدر الإمكان للزائر وللوافدين، وحين نعرف الوافدين تعبانين في سفرهم. والحقيقة حققنا إن شاء الله نجاح في الخطة بتضافر الجهود. لم تقتصر آفاق مراسم الزيارة على الطابع الديني فحسب، بل تعدتها لتصل إلى جوهر القضية الإنسانية في هذه الشعائر ليبث روح الإنسانية للمعنى الذي استوطن قلب الزائر.